نروح برضو للكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق. كابتن سمير مساء الخير. سيف ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ أنا كله تمام، ازيك أنت؟ كله كويس الحمد كله زي لله. الفل والله، الحمد لله، كله نعمة الحمد لله. يعني هكلم حضرتك جزء الأول سياسي سريع كده قبل ما نخش في الرياضة ورأي حضرتك. انتخابات مجلس الشعب سمعنا إن حضرتك مترشح فيها بالفعل؟ مالها يا سيف؟ سمعت إن حضرتك مترشح، يعني سمعت إن حضرتك موجود فيها. والله في مشاكل بالنسبة لموضوع القائمة اللي احنا فيها، وفي ملفات اتسرقت، وفي حكم، وقصص كتيرة جدا لسه ما نعرفش نتائجها، بس هيبان نتائجها في خلال ال 48 ساعة الجايين. ملفات اتسرقت منين يا كابتن؟ أفندم؟ انتوا مش قدمتوا خلاص بالفعل؟ قدمنا والورق كله وكل الناس قدمت وكل الملفات مظبوطة، بس ما في ناس يقول لك الملفات اتسرقت. في ناس اتسرقت من مين يا كابتن؟ اتسرقت من جوه الناس اللي احنا بنشتغل معاها. دي حاجه تضحك يعني من 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 الحزب، وحضرتك نازل على تيار او على حزب معين؟ انا تيار الاستقلال. يعني اتسرقت من التيار، مش حاجه تخص الدوله يعني؟ لا، من التيار. طب بس تمام. مين اللي سرقها ومين اللي اخذها ومين ما اعرفش لسه، بقى في بقول لك في محاكمه وفي قصه كده. تمام، ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله يا كابتن. الله يخليك. الجزء الله الثاني برضو، راي حضرتك في التشكيل الوزاري الجديد، يعني راي حضرتك في موضوع وزاره الشباب والرياضه. ناس كثيره بتنادي باستمرار المهندس خالد عبد العزيز لخلق نوع من الاستقرار الفتره اللي فاتت كان موجود، وانجازات للرياضه المصريه. راي حضرتك ايه؟ والله يا سيف انا لازم في الاول ان انا احيي المهندس ابراهيم محلب، لان الحقيقه الراجل ده راجل هرم وعمل انجازات كبيره جدا، ولازم كلنا نحييه زي ما السيد الرئيس كده بيحييه وبيديله دور مستقبلي. انا الحقيقه يعني المهندس ابراهيم محلب احنا كلنا نعرفه من ايام ما كان رئيس نادي المقاولين العرب، وانا كنت رئيس اتحاد كوره، فطبعا شخصيه محترمه جدا، اتمنى له التوفيق. اما بالنسبه للقصه بتاعت الحكايه ان التغيير الوزاري، انا الحقيقه لازم اؤكد على شيء مهم جدا يا سيف، ان المهندس خالد عبد العزيز عشره عمرنا من ايام نادي الصعيد، وبعدين في 2006 هو مدير البطوله، وبعدين في 2009 هو مدير البطوله، واللي كفاءته اخذوه الاتحاد الافريقي وبطوله القارات، الاتحاد الدولي وبطوله القارات، وشخصيه محترمه جدا. انا بس عايز اقول ايه، في كلام كتير في الساحه، وانا بلغت من محمد المشطة المحامي بتاع اتحاد الكوره، هو ابني انت عارف، وبكري سليم، ان 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 المهندس خالد زعلان، عشان انا كنت قلت ان هو ان الاحداث الفتره الايام اللي فاتت كنت مع كريم حسن شحاته وكنت مع الناس دي، وانه انه ان هو يعني زي ما تقول انه واصل في للرئاسه، وواصل للاختيارات اللي جايه. انا بالعكس، انا شخصيا بقول له انت اما تكون الحقيقه باشمهندس خالد، انت راجل محترم جدا وانجزت انجازات كبير جدا، وانا كل اللي عملته حاجه واحده، ان انا المهندس خالد المهندس الشريف في اسماعيل رئيس الوزراء عندما تعين، انا اعرفه كويس من نادي هليوبوليس، كنت عنده قبلها باسبوع كلمته عشان ابارك له وبقول له يعني عايزين نهتم بالشباب والرياضه. الكلام ده مكتوب يعني معايا على الفيسبوك، يعني نهتم بالشباب والرياضه نتيجه الاحداث اللي كانت موجوده في الشباب في الرياضه، اللي كل الناس بتتكلم عليها وانت كنت بتتكلم عليها دلوقتي كمان، الشباب الجماهير وما غير الجماهير. انا لازم اؤكد ان انا بأكمل كل احترام وحب للمهندس خالد عبد العزيز، لانه مشوار حياتي معاه، وانا عايز اؤكد ان مش هنلاقي اصلح من المهندس خالد عبد العزيز في هذه الفتره على الاطلاق. وبقول ان هو اللي هو عمله الحقيقه انجاز غير مسبوق، وكل الناس انا شايف ان كل الناس بتحبه وكل الناس عايزاه. وعلى فكره عمل شغل كويس الفتره اللي فاتت، عامل شغل كويس جدا جدا. بس انا يعني انا في فرق بين ان احنا بنتكلم في ان هو واصل او عنده اتصالات. طب ما انا لما كنت رئيس، طب ما كابتن هو في وزير، هما الوزير هيبقى واصل مع مين؟ ما هو وزير ده رجل دوله يعني. ما انا عارف انا، طب انا لما كنت رئيس اتحاد كوره، طب ما بيقولوا كانوا بيقولوا عليا ان انا واصل. واصل ايه؟ واصل بالرئاسه، واصل مشير فطاوي، المهندس ربنا معماره، كل الناس دي ما ده كنت واصل مش كده ولا ايه؟ عشان كده خد اجازات واتهمنا اياميها بالتوريث لو تفتكر. طبعا. فانا انا شايف ان المهندس خالد عبد العزيز لابد ان يعلم ان هو له كل حب واحترام مني، وان انا من الناس المؤيدين له، والمشككين ارجو انهم يخرجوا بره
بره الساحه في العلاقه اللي بيني وبينه، وبتمنى وانا بقول له مبروك مقدما. انا شايف الخريطه كويس، وشايف ان الناس كلها، كل مصر، كل المرئي والمسموع والمقروء، وكل الناس عايزاه. ما هو مش جاي من فراغ، نتيجه طبعا ان هو عمل وتعب وانجز شغل كويس كلنا بقى. طبعا. فانا اتمنى ان المهندس خالد عبد العزيز الحقيقه النجاح في الفتره اللي جايه، واتمنى ان احنا ان شاء الله الرياضه تنهض اكتر واكتر، والشباب ينهض اكتر واكتر. وليا طلب واحد اخير بقوله لك يا سيف. اتفضل يا كابتن. ارجو قبل مباراه الاهلي والزمالك، اذا كان هتكون بين الاهلي والزمالك، سواء ايا كان الثلاث بطولات اللي انت بتتكلم عليهم دلوقتي، رجاء من المهندس خالد عبد العزيز، ورجاء من كل الناس، لابد ان يكون هناك توافق بين الاهلي والزمالك. لازم. مش هيحصل يا كابتن. افندم؟ مش هيحصل. طيب انا هرد عليك برضه. انا عشان هو مش هيحصل. يا كابتن ده حضرتك اكتر واحد قاعد في نادي هليوبلس، ومع حضرتك المهندس محمود طاهر ومستشار المنتخب منصور حبيبك، وعارف ان هو مش هيحصل. طيب ما انا هقول لك ليه لازم يحصل، لان انا جربت يا سيف. انا قلت اذا كان، يعني انا النهارده المهندس خالد عبد العزيز شايف انه مش هيحصل، وانا قبليها الاثنين اصحابي مش هيحصل. انا بقول انه لابد ان احنا، انا عملت بيان بطلب من السيد رئيس الجمهوريه المحترم ان هو يتدخل في هذا الموضوع، على انه سبق انه تدخل يا سيف بين مرتضى وبين شوبير، مش كده؟ فاكر انت الموضوع ده؟ فانا شايل هم حاجه واحده، ان الماتشات دي تتلعب بجمهور، والجمهور ده يحصل فرقه هتتغلب وفرقه هتكسب. فهيبقى في مشكله احنا لازم نحلها من دلوقتي. طبعا انا مع حضرتك. اخر حاجه عايز اقولها لك كمان، فضل. موضوع ان احنا نلعب بره مصر بجمهور، الخوف برضه، لان لما تلعب في الامارات ولا في اي حته ما في جمهور اهلي وزمالك، طبعا الفرقه هتكسب وفرقه هتخسر، وهيبقى برضه في شد. يعني انتوا كاتحاد كوره درسوها، وانا بتمنى كل الخير للشريف اسماعيل، والحقيقه وكل الاحترام، واتمنى ان شاء الله يبقى في لقاء قريب ان شاء الله. كابتن عايز اخد راي حضرتك في حاجه مهمه جدا. ترشح الامير علي لكرسي الاتحاد الدولي الفيفا، لرئاسه الاتحاد الدولي الفيفا شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. حضرتك شايف المشهد ده ازاي؟ هل عنده فرصه؟ هل الامور سهله صعبه؟ نرشح انا ابو ريده رئيس الاتحاد الدولي ان شاء الله باذن الله. اسمع بص يا سيف، انا شخصيا لازم اذا كان الامير علي هيدخل، لازم يبقى عنده ناس مطبخ بيشتغل مع الدول العربيه. يعني مش كفايه المره اللي فاتت ما كانش شكلها حلو. الامير علي عنده لازم الاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي، كل لازم زي ما عمل المهندس خالد المره اللي فاتت اما اجتمع مع وزراء شباب الرياضه العرب، لازم يبقى لهم دور. لو احنا عايزين ان هو ينجح، لازم الكويت تبقى عايزاه ينجح كمان. شايف حضرتك ان الدول العربيه لو اجتمعت انه ينجح هيبقى عنده فرصه كويسه؟ لو اجتمعت، اصل خلي بالك، لو اصل في برضه في الكويت ناس لها طموحات في الحتت دي طبعا، بدون ذكر اسامي يعني. فانا بقول ان احنا نفسنا ان احنا كلنا نقف ورا الامير علي، لان خلي بالك ان الامير علي ده والملك عبد الله ده كان رئيس اتحاد كوره الكره المصري، يعني الكره الاردني، وكان معانا هنا وكنا بنروح بنقابله كتير. فانا الامير علي لازم ندعمه، ولازم مصر تتبنى ان هي تقف مع الامير علي، لان ده انت شفت الملك عبد الله اما في المؤتمر بتاع شرم الشيخ، هو الاول واحد حضر، واول واحد كان مامور وموجود في المؤتمر الاقتصادي، وفي دعم ومسانده بيننا وبين بعض. يعني ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله كابتن اللي جاي خير ان شاء الله. كابتن سمير بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق.